تفضلت فيك شيخنا، ما اريد اطول عليك، عندي خمس نقاط. شيخنا الحبيب، هل قرأت في الكتاب الكافي ان رجل سأل الامام جعفر الصادق انه اتى الى مدينة او قرية فيها اهل العامة، فماذا يصنع اذا رجست فيهم؟ اسألهم وخالفهم يعني. بالضبط. هذا جوابا على كلامك انت، ليش الشيعة ما يصومون يوم عاشوراء؟ ثانيا، ما سألت نفسك أو السنة ما سألوا نفسهم ليش السيستاني كل سنة يخالف المسلمين بالعيد؟ أي عيد؟ عيد رمضان، عيد روحية، لازم يخالفهم. ليش؟ لأن إذا صام وياك قلنا إحنا صرنا سوا خلاص، يعني إحنا متقاربين. هو ما يريد يخليك متقاربين، يريد يفهم هالغنم اللي تمشي وراء إحنا ما في دي شيء يشبه دينهم، لا في عيد، لا في صيام، لا في صلاة. أنت شلون تتوضأ يا شيخنا؟ أنت شلون تتوضأ؟ مش إلى المرافق؟ نعم. مش من الإيد إلى المرافق؟ هو يقول لا، من المرافق إلى الإيد، عكس السني. أنت شو تسوي بالرجل؟ مو تغسلها؟ هو يقول لا 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 لا، عكس، امسحها، لا تغسلها. أنت مو تصلي خمس أوقات في اليوم، صلاة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ هو يقول لا 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 لا، احنا عندنا ثلاث صلوات فقط. وهو ما ثبت في دينه ولا حديث ولا روايه ان الامام صلى ثلاث صلوات الا بالحالات الاضطراريه والسفر. سمعت يا شيخنا؟ نعم. حتى تعرف تسال انت، تقول ليش ما يقولوا لهم؟ شيخنا الحبيب، تسال انت دائما ليش الشيعي ما يسمع هذا الكلام اللي انتم قاعد تقولونه؟ ليش الشيعي ما يسمع انت قاعد تقول وغيرك والاف وملايين السنه انكم تحبون اهل البيت وتموتون على اهل البيت وذكرتم اهل البيت في كتبكم في البخاري ومسلم؟ ليش ما يسمع الشيعي هذا الكلام؟ غلفوا على مخه شيخ، غلفوا على مخه وخلوه حب أهل البيت بالهريسة واللطم ومشية طويريج وبزيارة القبور وتعلق راية بيها العباس وتوزع خبز الزهرة وترقص فرحة القاسم، هذه هي حب أهل البيت. أما اللي أنت تقوله هذا يعتبر عداء لأهل البيت، ما يصير اسمه براسه. ثانيا، الشيعي نفسه حتى تعلمه وتفهمه، أخي الحبيب، شيخنا الحبيب فراد، لا أنت ولا أي واحد من أهل السنة يستطيع أن يدرك أو يحيط علما بشخصية الشيعي نفسه. حاشا الشيعة المحترمين اللي قاعد يسمعوني، شيخنا يمارس الفساد، يمارس الخمر، يمارس كل ما حرم الله، هذا شلون تريد قلبه؟ أخوي أثير، نعم، صنعوا لهم دينا مختلفا وحذروهم من مشابهة المسلمين في عباداتهم وأغرقوهم بالفواحش المتعة وغيرها، وقالوا لهم أن مجرد حبك لأهل البيت ولائك للحسين وحبك لعلي ينجيك. إذا صارت مشكلة، صارت أي بلوى في الدنيا، توسلوا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، واذكروا مصائب الحسين، فإن البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه تهدم الذنوب العظام في الآخرة وفي الدنيا أيضا. الدمعة ثمنها جنة عرضها السماوات والأرض، هذا هو أثر الدمعة على سيد الشهداء. هذا يحتاج أنه واحد يفتح حسابا مع أهل البيت، لا يخافون سوء الحساب. يقال لهم اللي يبكون على الحسين ادخلوا الجنة، تعالوا نخلص أنفسنا، نسجل عند الإمام صاحب العصر والزمان في مدرسة أهل البيت. فالشيعي امتكي على المحبة، يظن أنها مهما فعلت من الذنوب، هذا يطرحونه في الحسينيات كثيرا، ولذا هو يفعل كل شيء ويقول معاي علي، خلاص راح ينجيني يوم القيامة، أنا أحبه، أنا أوالي. يقول حب علي جنة قسيم النار والجنة، علي حبه جنة إمام الإنس والجنة قسيم النار والجنة، والساقي على الكوثر علي للهدى عنوان، علي بغضه خسران، علي يعدل القرآن بذاك المصطفى أخبر، علي أول آخر، علي باطن ظاهر، علي قدرة القادر. بالكلام؟ أيوة بالكلام. القضية هكذا عندهم، لكن إنصافا وأظنك توافقني على ذلك أخي أثير، ليس كل الشيعة يمارسون هذه الأشياء. هناك ناس من الشيعة عقلاء يبحثون عن الحق، يمكن غارقين في الجهل، ولكن لما يجون مثل المجالس هذه وينظرون إلى الحجج لا يستكبرون، يقبلون. والدليل حجم الهداية الكبير الحمد لله اللي في العراق الآن. كنت شيعيا وكنت شيعيا متعصبا،
الشيخ حسين المؤيد آية الله المرجع الديني. حينما كنا في قم كانوا يقولون عن هذا هو الصدر الثاني نابغة من النوابغ. لو كان هناك لهم حجج ولهم أدلة متقنة ما كان تحولت أن هذا التحول العقيدي صحيح. قبل كم سنة كنا نقول في واحد من العلماء أو في واحد من المعممين صار وهابي غير مذهبه من الشيعي إلى السني، لو واحد بالمية ما كان فيه، شخصية واحدة ما فيه. الآن لا، طلعت شخصيات وشخصيات. كان جارنا في قم المقدسة لما كنت أدرس في الحوزة، كان جارنا معمم هم كان يدرس في الحوزة. قبل كم يوم شفته مولانا مزين اللحية مو شال العمامة چه گذشت 12,000 تا شیعه سنی شدن خبر داری؟ 12,000 تا. الحمد لله الذي هداني الى الاسلام وخرجت من هذا الدين الخراف. انا واحد اعجمي فارسي من تهران، بس الحمد لله العربية اللي أنا أتكلم أفضل مليون مرة من هؤلاء المجوس. فالحمد لله الذي هداني للإسلام والتوحيد والسنة، وأنا أعتقد كل سني حنيف يقدر باللهجة العراقية يقدر يستطيع أن يثبت أن الدين الشيعي بني على باطل والمتشابهات. قبل أقدامك لا تحر أذنيك إلى كلاب النواصب ومن يذهبون إلى الحج بدل أن يؤثروا وينشروا مذهب أهل البيت يرجعون بشبهات الوهابية. والله يا إخوان بعضهم يرجع بشبهات الوهاب، يقول لك لا تقل يا علي، قل يا الله، حرام تقول يا علي. ولا ما أحتاج بعلي، علي محتاج يا الله. علي قال يا الله وأنا أقول يا الله، فإني على طريق علي بن أبي طالب أبو الحسن عليه السلام. هذا دليل على أن هناك أرضية موجودة بحمد الله عز وجل. نعم قد يكون الكثير من الشيعة على ما ذكرت، لكن أيضا هناك مثقفين، هناك متجردين للحق، هناك أبصر الحقيقة. إذا كنت أنت أكبر لبطام قبل والحين ما شاء الله عليك. يعني أنا من أول هدايتي ما عذبت الناس، أنا مجرد هي كلمتين قالها أخونا الله يذكره بالخير الله يعطيه الصحة والعافية، عد ما قال شنو فرقهم عن قوم نوح، وبعدها خلاص تعددت الأدلة. يعني ما طولت شهر، أنا هذا كل الحج ما عاندت من يجيني الحج ما أقول لا. أيضا في موضوعك النقطة الرابعة، الشيعي الآن شيخنا الحبيب لو يعرض، أريدك أنت يا شيعي الآن اللي قاعد تسمعني تعرض عملك أنت على أهل البيت. يا أخي اعرض ركضة طويريج على أهل البيت، ركبوها لا. يا أخي اعرض التطبير على أهل البيت، طبروا لا. يا أخي اعرض نسوانك اللي تاخذهم مشاية وبنياتك الإحديثات وتبادل الأرقام والغزل والمعاكسات والأشياء الثانية اللي ما أريد أحكيها على العام، عندنا أخواتي يسمعون وناس ما أريد أحكيها شي يصير بالمواكب، تاخذهم أهل البيت سووا هاي الحادثة لا. أهل البيت راحوا وسجدوا للقبر وقالوا يا قبر محمد ادركني، يا قبر نوح ادركني، يا قبر ما لا ما سواه. فأنت من تعرض أعمالك على أهل البيت راح تلاقي نفسك صفر، وأنت خارج معادلة أهل البيت، بل أنت من الملل الفاشلة. ما أريد أقول لك الكاذبة، أنا أدعوك لدين أهل البيت الحقيقي، أدعوك يا شيعي بهذه القناة المباركة وبهذا الشيخ الطيب وهذه الوجوه الطيبة اللي قاعد تسمع لك وكلهم الآن، وأنا أدعوك لدين أهل البيت، وأنا آسف علي طارق. شكرا لك أخي أثير القطراني المهتدي من التشيع، الحمد لله الذي هدى إخواننا المهتدين من أمثال الأثير وغيره، الحمد لله عز وجل. ما كان هذا إلا لأنهم جاءوا متجردين يطلبون الحق، شافوا الحجج والبينات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.